صبور اصحاب صبور. هذا عم صبور الدنيا بقت الدور. عم صبور يما 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 والله رجلي رجلي مش كده رجلي هي خناقه. صح يا عبد الصبور ده نايم من ظهرة امبارح. خليه نايم هيصحى يعمل ايه؟ اتكل على الله. خلي بالك من البقر اوعى الغربان تحط عليه. حاضر. سلام. يا رب يا قدر يا كريم طلب تفصيل الجو تقوموا بالحال وتحوش عنا صاد الشمس وتنفخ في صورة الحمار عشان تشد حيلها وتطرح البركة في البقرة عشان لبنها يكتر يا رب. يا رب يحوش عليه زرع عفار الغيط والدودة الشرانية اللي بتاكل في الورق والطرح. يا رب انت السميع المجيب الدعوات يا رب العالمين. ها 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 اخر نقله وبكره هتاخديه راح. انا عارف انك عشار بكره ربنا ينتعك بالسلامه وتجيب لنا جحش يملى علينا البيت عشان يشيل عنك الحمل الثقيل شويه. يلا ها ها اجمد امال يلا صابوه اكلك اهو ابقاليش الدباه اوعى تخليه يحطه في السطح. خلي بالك من الكتاكيت اول حد بقى تخطف واحد. ها ابقاليش الدبان زي ما قلت لك يا ولد. السلام عليكم يا احمد. اهي يا ابراهيم اتفضل.
واد يا احمد، واد يا سبع الليل. ايوه ايوه فين؟ لا انت هنا قداه يا وسخت مية الترعة اللي بنشرب منها. اطلع هنا. خليك زي ما انت لحد البنات ما تعدي. ده هي تفضيحك اكتر ما انت مفضوح. حاضر. وسيع يا ولد العمد. يا هدية ايه يا حضرة العمد؟ وحتة الارض مين اللي هيزرعها ويقلعها؟ ده انا ما عديش غير احمد اخوه زي ما انت شايفه اهو، زيه زي عدم ولا بيهش ولا بينيش. هي الجهادية بتاخد الحيلة يا حضرة العمدة؟ أفهمها ازاي دي يا جماعة؟ الله يخرب بيتي، ولادك ورثوا عنك العبط يا ستيتي. ابنك اللي عنده تخلف دي عند الحكومة نفر كامل مكمل. بلاش عبد الصبور، يعني هو اللي انتوا واخدينه ده هو اللي صلاة النبي؟ ستيتي دوشة وقلب الدماغ مش عاوزين، ابنك لازم يروح النضارة يتفرز، إذا طلع شروك هيرجع لك بحاله، لا زايد ولا ناقص. وما طلعش شروك يا شيخ البال. احمدي ربنا. هيرجع لك بني ادم بحق وحقيق، ده الجيش هينجره ويصنفره بدل ما هو حته دبشه كده. الهدى تمام يا بنداري؟ تمام يا عم. الفجر جدا وكل واحد منكم يسلي ابن ابنه. اشاره المركز عاوزه الولاد بكره، وعلى الله حد ما يجيش ولا يعوق. يلا كل واحد يروح لحاله. يلا روح يا ولد اهو، يلا روح منك له. امشي يا ولد، روح يا ولد، روح بقى. روح يا احمد بقى، امشي يا ولد. اجيب لك وشاه. مسيكم بالخير. سلام يا ابو حميد. ازيك يا سلام؟ وانا بتشاف صغير عم شاه. والله وحط واحد جيش يا ابو حميد. انت تطلب ليه؟ ويمين الله عشان خفت خطك. يا ابو حميد سمنير بيهزر معاك. يقوم يضرب. طبعا الليل خدت العزه من قبل ما اطلب الجيش. وده شكل الجيش برضه، ده 100% شرك. شرك ليه يا ابني فرغالي؟ اعور ولا مكسح؟ ولا زي ابوك طلع لي قتب في ظهري؟ العيب في مخك يا ابن ستيتل. اي حمار سباخ يفهم احسن منك يا دهل. خد يا ابن هنا. ايوه 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 انت كده من يوم ما ابوك ملبسك جلابيه بياجه وانت نفسك كبرت، مش حال لما تلبس بنطلون هيبقى حالك ايه؟ تنسي ان ابوك ماشي من غير لباسك. الله يجازي صدرك يا سامع. زين هي تطلق الدنيا وادوك المكان. رايح على فين يا سامع الليل؟ والله ما انت ماشي يا شيخ، ده انت هتوحشنا يا راجل. تعال عشان اخش معاك في الرهان. على ايه الرهان؟ تاكل نص وجه حلاوه طحينيه واكل وجه بحالها كمان. طب تعالى بس خد بالك، دي مش لوحديها، دي معاها ربع جدح ملح حاصة. ولو جدح بحاله، لو كلت الحلاوه والملح ليك بريزه غير ثمنهم، لو ما كلتهمش تدفع ثمنهم بس. ماشي. وزين لنا نص وجه حلاوه وربع جدح ملح يا عم شاكر. عيني. خش يا سبع، خش هناك هناك. يلا يا سبع الليل. علق البريزه الاول. البريزه معايا انا. وادي الملح. عايزين ناكل بقى الحلاوه الاول ولا الملح الاول؟ الحلاوه مفيش اطعم منها. خش على الملح يا سبع. مش مكسوفين من نفسكم؟ لما يموت في عمنا زي دي تعملوا ايه؟ وانت يا احمد مش عيب عليك تخلي افنديه يضحكوا عليك بالطريقه دي؟ وانا اعمل ايه بس يا استاذ افندي؟ اول حاجه تعملها ايه؟ تدفع الفلوس حق الملح والحلاوه. وهي دي برضه حلاوه؟ غيرها وهات حلاوه تانية تستاهل ثمنها. ولا يهمك يا ابو حميد، حساب الحلاوه مدفوع بس هنقسمها سوا. لكن ايه الجيش اللي هياخدوني فيه ده يا استاذ حسين افندي؟ هتبقى عسكري. زي عساكر نقطة يعني؟ ده عسكري تاني. عسكري النقطة ده اسمه عسكري البوليس. ده شغلته انه يمسك الحرامية ويحافظ على الأمن. أما عسكري الجيش بقى فهو اللي بيحارب أعداء البلد. بس احنا بلدنا ملهاش عدوين. أيوة بس ممكن يبقى لها أعداء، حد يطمع فيها، حد يعتدي عليها. في الحالة دي تبقى جاهزة لدفاع نفسها.
يعني على كده الجهاديه دي حاجه كويسه يعني؟ حاجه كويسه قوي. لو كان ليك نصيب ودخلت يا احمد هتبقى بني ادم، بني ادم تاني خالص. وحد يكره يا سيدي افندي، بس انا اللي قطعها في قلبي يعني اني هسيب امي واخويا لوحديهم يعني. ربنا معاهم يعني. رجع عم بندار اهو. يا انا اللي قاعد تحتك دي اهو. انا مش هلا مش هديك لك حاجه ولا الله. Thank you.
السطر الاولاني خمس مربعات، كل مربع فيه شكل حيوان، فيه فيهم مربع مختلف عن بقيه الاربع مربعات التانيين، هتبتدي تحط علامه اكس على المربع المخالف لبقيه المربعات التانيين مختلفه الاشكال الاخرى. فهمنا الاختبار؟ اسماء الجنود المرشحين لصراع الخدمه والحراسه: احمد عبد العال فرج محمد، حسنين عبد عيسى سكران عبد القادر، احمد سبع الليل رضوان الفولي. افندم افندم سعيد عبد الكريم افندم يوسف علي محسن عبد الله ابراهيم افندم محمود محمد احمد افندم محمد سعيد عبد المجيد افندم جمعه عبد الفضل ابراهيم افندم محمود حسن محمد افندم ماهر محمد ماهر افندم محمد عمر محمد Thank you.
وحشوني. على الله كون جايب لنا حاجه حلوه من دون العمار. جايبين لك عساكر جداد عشان يريحوك من الخدمات شويه. هم عاوزين حاجه تضر على القلب. طب افتح اخويا افتح. محدش برضه عاوز يقول مين اللي كان بيحرضكوا عشان تضربوا على الاكل. في السجوم اجف على حيلك، افرض طولك يا راجل يا خرع. حد فيهم بيعرف يقرا ولا يكتب يا مسؤول؟ ابدا يا فندم، ولا حتى بيفكوا الخط. حد منهم متربي في البندر؟ ابدا يا فندم، كلهم من النجوع والكفور المتطرفه. اسمك؟ بند احمد سبع لير رضوان الفول يا فندم. تعرفه؟ زميلي وصاحبي يا فندم. اضربه كف على وشه. ضربته ليه يا عسكري؟ سيادتك امرته وانا لازم اطيع الاوامر ولا غلط يا فندم. اضربه عشان تبقوا خالصين. استريحوا الليله يا بسيوني وبكره يتوزعوا على الخدمات. حاضر يا فندم. دور. ما اتبه صفا استرع. محدش اتحرك مكانه انت هو لحد ما اثبتكم في التعيين. غدا جاهز يا حضرات، تقدروا تاكلوا بس ممنوع استعمال الايدين. محدش يلمس الرغيف بايد. اللي مش هياكل هيبقى مضرب عن الاكل. بس احنا بقى بنعرف ازاي نوكل اللي بيضرب عن الاكل. اتفضلوا. Thank you.
اتبه بخالي شد للشمال دور معتدل مرش من دول حضر الصوت دول اللي مكفرنا بسبب العذاب اللي احنا فيه ايه يعني مين هم يا دول اعداء الوطن اعداء الوطن ومتوكلهم ده لجنة خسرت بجدتهم ايه جماعة أعداء الوطن اللي برا دول نخلص عليهم ونستريح خلص عليهم خلص عليهم ازاي يا سبع الليل نقتلهم ونستريح من شرهم كل واحد يرجع للغيط ومدار صار ما عم بيني وانا بعيد عني تنزلي تختاري هدية صاحبتك بنفسك ولا تسيبيني اختارها انا اختارها انت يا بابا طب اوعي تنزلي من العربية لطفلة سن 6 سنين عروسة مثلا؟ يا ريت حاجة غير العروسة أفتكر إن عندها عرايس كتير مفيش لعبة الطفل يقدر يستفيد منها طب اتفضل معايا حضرتك في لعبة جديدة تنفع للأولاد والبنات اسمها عسكر وحرامية أوه عسكر وحرامية إيه بس يا مدموزيل أنا عايز لعبة رقيقة ينفع الجيتار يا فندم؟ بس بشرط إن البنت ممكن تعزف عليه هو زي الحقيقي بالظبط بس على صغير خلاص يبقى جيتار يبقى جيتار يا فندم قلبك ابيض يا حضرة السود لزوم ايه المخالفه بس انا واقف ما بقاليش دقيقه يا دوب نزلت اشتريت لعبه للبنت يا سعادة البيع احنا في الموالدة طول النهار انت دقيقة وغرب دقيقة يبقى دقيقتين والشارع السد الواحد طول خلاص انت مع سلامة كان الله في العون السلام عليكم جبت لها جيتار ايه رايك حلوة قوي يا بابا يا حياتي المحامي جاه وساب حاجته ومشي وقال انه رجع تاني وما جاش
المشكله تستاهل انك تزعلي. الولاد هيجيشتوا ويفرفشوا مع نفسهم. هدي نفسك انت بقى بس. يلا تعال تعال يا حبيبي، تعال 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 صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي. شو بقى؟ ايه دي؟ اسمها ايه؟ عصايا. يعني دي بتعمل كده تضرب، اللي ما يعملش الواجب يعمل ايه؟ يضرب. انا بقى بعمل حاجه تانية. بص كده شوف انت، بص بص بقول ايه؟ بيكا شيكا بوكاتيكا. بقول ايه؟ بيكا شيكا بوكاتيكا. بص سافر الأنك توفيق. ايه ده بقى؟ مناديل. خدي واحد يا مدام. اللي مع المدام لونه ايه؟ احمر. ده منديل لونه ايه؟ احمر. ده منديل لونه ايه؟ احمر. حطه في ايدي هنا. هوب 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 هوب. راح فين المنديل؟ ده. راح فين المنديل؟ ده. ده لونه ايه بقى المنديل ده؟ اصفر. يا مدام اصفر. راح نخليه في ايدينا ننقل زي كل مره ونحطه هنا. هوب 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 هوب. فين المنديل دلوقتي؟ في ايد. هنا فين المنديل؟ في ايد. المنديل يا مدام؟ في ايد. ايد. تعالي ليا. هوبا. فين المنديل؟ فين المنديل الثالث؟ المنديل الثالث فين؟ مع مين؟ هوب. لونه ايه ده؟ أحمر. المنديل ده لونه ايه؟ أحمر. شيله بره زي المنديل اللي زيه. هوب 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 هوب. يلا. راح فين المنديل؟ في ايدي. دلوقتي على كام معانا كام منديل؟ ثلاثة. الأولاني لونه ايه؟ أحمر. تاني؟ أصفر. التالت اللي في ايدي ده؟ أحمر. راح فين المنديل؟ ايه ده؟ لا لسه لسه. أنت خدت المناديل. وريني كده. عارف انت خبيتهم فين؟ خبيتهم اهو. شوف بقى اهو. اهم ايه المناديل اهو؟ ادي الافضل. وادي الاصفر. برافو برافو برافو. وادي فين الاحمر؟ ادي الاحمر.
تمام يا فندم، القوة تمام، غياب لا يكن، أجازات لا يكن، مرضى لا يكن، نزلاء المعتقل كاملين العدد، هروب لا يكن، مرضى لا يكن، وفيات لا يكن. أوامر سيادتك يا فندم. تشويق يا ألا؟ ها؟ لا يا سعادة البيه. أمال أنت إيه؟ أنا بتاع نسوان يا بيه. أنت مش مقبوض عليك في مظاهرة يا ألا؟ ما هي كانت مظاهرة نسوان يا سعادة البيه. أصل أنا مكتبي في الشركة اللي بشتغل فيها ببص على الشارع، سمعت هيصة ستات جامدة أوي، بصيت لقيت مظاهرة كلها ستات، رحت مزور وماشي فيها. مشيت فيها عشان إيه؟ متعاطف مع القضية بتاعتهم طبعًا. يا سعادة البيه قضية إيه وباب إيه؟ أنا مالي ومال القضايا؟ أنا لي اهتمامات تانية ملهاش دعوة بالسياسة، المؤخرات، المقدمات، الصدور، النهود. بس دي كانت مظاهرة نسوان الشيوعيين. شيوعيين، رأسماليين، انتهازيين، كلهم نسوان، ما يفرقوش عندي. يعني أنت أخلاقك فاسدة بقى. فعلا يا بيه، أنا أستاهل ضرب الصنم. سلمني البوليس الأداء وأبوس إيدك يا بيه. انت تشتغل ايه بقى؟ كاتب. كاتب؟ تكتب ايه؟ قصص، روايات. روايات جنسية ولا ايه؟ روايات الجنسية اللي بيكتبها واللي بيقراها لا يمكن تلاقيها عندك هنا. فين؟ انت الدكتور علي خليفه؟ ايوه يا فندم. امك اسمها ايه يا دكتور؟ موجود عندكم في الملفات. سنك كم سنه؟ برضه في الملفات. مراتك؟ اشمعنى؟ عندها 19 سنه. انت كنت بتنام معاها ازاي يا دكتور؟ برضه عندك في الملفات. يعني انت شايف ان مفيش حاجه بتستخبى علينا وكله عندنا في الملفات؟ ها، طلع مراتك يا دكتور علشان دي قدمت شكوى بتشتكي فيها من الحرمان الجنسي وخايفه يا اخي على نفسها من الانحراف. ممكن اشوف الشكوى دي؟ انت بتكذبني يا دكتور؟ على العموم قدامك فرصه علشان تفكر في الموضوع ده. احنا عايزين نستفيد بوجودك معانا. هو الدكتوره بتاعتك في الجيولوجيا مش كده؟ ايوه. الصحراء اللي حوالينا موجود فيها معادن كتير، احتمال بترول، ذهب، حديد. يا ريت تطلع تكتشف لنا حاجه كده. الصحراء دي ما فيهاش غير الحيات والعقارب. انا لا هطلع ولا هخرج. اذا كانت الاوامر صدرت لك انك تقتلني، انا افضل اموت هنا.
الو الو، ازيك يا صح؟ وحشتيني. بس انا زعلانه منك يا بابا. زعلانه مني ليه بقى؟ عشان انت شفت من غير ما اشوفك. معلش يا حبيبتي، المره الجايه بعوضها لك. امال فين مامي؟ مامي دايما بتخرج ياما بتسافر وتسيبني لوحدي في البيت. معلش يا صح، اصل ماما عندها مسؤوليات اجتماعيه. لما تيجي يا حبيبتي بيقولي لها ان انا اتكلمت وهبقى اتكلم تاني. باي باي يا حبيبتي. باي باي يا بابا. امر سيادتك يا فندم. بالنسبه لايه؟ للمعتقلين يا فندم. خليهم يفحطوا بير. فحطوا البير يا فندم اثناء قيام سعادتك بالاجازه. طلع ميه؟ ابدا يا فندم. خليهم يردموه. امرك يا فندم. يا جماعة أجدادكم شافوا أيام سودة زي دي وهم بيحفروا قناة السويس. بس كان عذابهم بخير. أيوة لولا قناة السويس كان رغيف العيش وصل باريس. خلي بالك لحد من ولاد الكلب دول يزوق كده ولا كده. زوق؟ زوق فين يا فندم؟ دي مش حاجتهم يفحطوا ويردموا بس، ده شوي النار شويه عليهم. طب فتح عينك كويس. ما تخافش، دول امرهم سهل. الحمد لله ان اعضاء الوطن بتوعنا مش كتير يعني. تمام. سابع الليل الفولي افندم. اطلع برج ثلاثة. معتادة مرش. انت يا عسكري وقف انتباهي يا عسكري، انت فاكر نفسك فين؟ في الغيط. ثانية واحدة. حاسب يا رشاد لا تدخل عليك حية. يا ريت تخش عشان تستريح. تستريح ده ايه يا استاذ رشاد؟ امال الدكتور علي يقول ايه؟ اكيد الموت عن طريق التعبين والحياة احسن من الموت عن طريق شركس. انا عايز اموت بطريقة ما افقدش بيها ادنيتي. طريقتي ما لازم نهرب.
تهرب تروح فين يا ابني؟ الكلاب تاكلك، ولو نفدت من الكلاب مش هتقدر تمشي في الصحراء اكتر من 100 متر. بيتك لدغه، الموت هنا احسن. Thank you.
مستنيين ايه؟ يلا انت اهو. رشاد بلهش انت حرين.
بسرعة. الأوامر الصادرة بأمر السيد العقيد توفيق شركس قائد المنطقة 777 عن يوم 28 سبتمبر ترقيع يرقى الجندي رقم 932,567 أحمد سبع الليل رضوان الفولي إلى درجة العريف، وذلك لإظهار الشجاعة النادرة والتضحية في سبيل الوطن. أجازات: يمنح العريف أحمد سبع الليل رضوان الفولي أجازة لمدة 10 أيام اعتبارا من ساعة 1200 اليوم. الله الوطن بالأمر. عريف أحمد سبع الليل أفندم، الخطوة سريعة سريعة مرج. بعد الأجازة تسلم نفسك في مكتبي طوالي يا باشا. تمام يا فندم. بكم كيلو برتقال؟ كله بالتسعيرة. والموز قد حق البرتقال مرتين. وكان بتاع ده؟ اما تبقى تعرف اسمه بقى تعالى اسألني عليه. عارفه، برجوج. بكم كيلو البرجوب؟ ده تفاح يا دفعة. الكيلو منه بيبقى شهر اكتر. اديني 2 كيلو موز و2 كيلو برتقال على جد. عيني. سلامته احمد ابن ستاتي؟ ايوه هو. الجهاديه قلبت حاله خالص. مين كان يصدق؟ السلام عليكم. انت مين؟ انا اخوك سبع الليل. انا احمد. انت مش عارفني ليه يا عم صبور؟ والله العظيم انت اخويا احمد. اخويا جه اخويا جه اخويا جه اخويا جه. امال فين امك يا عم صبور؟ في الغيط. امك في الغيط. بس خايفة على سخرك البدلة اللي فرد الضغط في قلبي. اليوم ما فطينا يا أحمد، حلنا بقى عدم. الأرض أقوى مني يا ولد، أنا مش قادرة عليها. بص شوف زرعتي يا أحمد، زرعة خايب. ولا يهمك يا أم، الأجازة 10 أيام.
اتنك عليها الارض دي هتبقى احسن ارض في الجيل. اطلع انت السلاح يا براناي. قشر لك برتقاله كمان؟ خليها عشانك يا ابني. باذن الله في الاجازه اللي جايه اكون دبرت لك حقك جلابيه ستان اسود. انا مش مهم يا احمد، بس انت ابقى افتكر اخوك. ماما هتيجي صرخه. اصبر يا عم صابون، صبرك بالله ما كانش يسرع. صرخه. عم شاكر. عم شاكر. عاوز ايه؟ السيجارة مكان دي تبقى ربع سيجارة غير الحاجات التانية، وبكده يبقى حسابك تقيل قوي. ولا يهمك، مش خمس بيضات يكفوك. يكفوني بس عايزك تجيبهم بعلم امك. انا مش عايزها تيجي هنا تعمل لي مناحي. السلام عليكم. سبع الليل ده انت اتنقلت خالص يا سبع الليل. اهلا اهلا ابو حميد. سلامات والله. وليك وحشة يا راجل، من يوم ما دخلت الجيش واحنا بقينا زي اليتامى. كنت مسلينا. لازم نعزمك على حاجة ساقة. جزت كزوزة يا عم شاكر. كتر خيركم يا جماعة، ولا ضيف ولا غريب. حد شاف حسين أفندي ابن عمه هدان؟ حسين أفندي اللي قاعد في البلد لغاية دلوقتي. سافر مصر الكلية بتاعته يجي بقاله أكتر من شهر. يا خسارة. كان نفسي أشوفه. وأنت عامل إيه يا أحمد في الجيش؟ تمام. بتعمل ايه يعني؟ حارب الاعداء، اعداء الوطن. ها هينخ اهو. حرب ايه يا ابن ستيتي؟ هو في حرب؟ عم شاكر الراديو بتاعك قال ان في حرب. لا حرب ولا يحزنون. ايه ده؟ يعني اني كذاب ولا اني كذاب؟ طب ثلاثة بالله العظيم، ثلاثة بالله العظيم، انا بحارب الاعداء والتعورة اللي في راسي دي واحد منهم. لكن انتوا ايش دراكم؟ انتوا قاعدين هنا بتاكلوا في جتة محلولة وحرب دايرة هناك، وأعداء الوطن قدامي عن عينك كده. هو أنا وهم الحمد لله أخوكم أحمد مشرفكم ورافع راسكم، خدت شريطين اتنين للشجاعة النادرة. اتنين صدقوا يا جماعة، يمكن في حرب سرية واحد. طب حيث كده يا أحمد، بلاش تخاطر بكلام زي ده قدام حد غريب. أيوه أحسن، ده يبقى اسمه إفشاء أسرار عسكرية. بقى عايز إنساني. ازيك يا ابو حاج؟ وتزود حرماني. طب انسي واني هنسي، طب انسي واني هنسي، انا مش هرجع لك تاني واصل. ولا ازيك يا فراج؟ بصوا لي يا ابو الحاج وهداه. سلامك يا ابو الحاج. استغفر الله العظيم. اهلا وسهلا. ازيك يا احمد؟ الله يسلمك. ازي صحيتك؟ الحمد لله. ازيك انت يا حاج وازي صحيتك؟ نحمده ده الجيش خلاك عالي قوي يا احمد. كله بفضل الله يا حاج. كان نفسي من عيني اشوف حسين افندي، سالت عليه قالوا لي انه سافر الكليه. يا رب يا رب حق جاه النبي اشوفه في اعلى المراتب ويحفظه ليك ويحفظك ليه. هو كمان بيحبك يا احمد، ما هو اصلكم انتوا الاثنين مولودين في جمعه واحده. طب ثلاثه بالله العظيم لو تدلني على مطرح ولا اروح ازوره، بس حسين افندي غالي عليا قوي. هو في مصر، انت وحدتك مش في مصر برضو. لا الوحدة بتاعتي جوه الصحراء يا حاج. بس لازم افوت على مصر، اخد مواصلة ميري توصلني على هناك. اصل الوحدة بتاعتي في حتة مقطوعة يا حاج، لا فيها غراب ولا حتى حداية. يعني انت بتنزل مصر؟ ايوه. امال ايه؟ اسمع يا احمد، انا هديك عنوان حسين في مصر، وهسلمك امانة غالية قوي تحافظ لي عليها زي عينيك لغاية لما يستلمها حسين منك بنفسه. انا سداد يا حاج. يلا شاهين يا نواري، احسن ابوكي زمانه جاي. حاضر.
العواد. الله يعافيكي. ازيكم؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله عليك يا نواره، خرزك النهارده يشرح القالي. الغيب بيطلع من الفرن مدور زي ما يكون قمر 14. مش بخبز لا فيه حسين يا خاله بدريه، هو اني عندي عز منه؟ عقبال ما تخبزي يوم فرح ويا اختي. فرح الاول يا بدريه. ايه وامتى باذن الله؟ ما مسافره لحسين مصر عشان ياخدها الحكيم يسننه، اصلها من غير شهاده ميلاد. لكن ايه اللي فكركم بالحكايه دي الايام دي؟ عين العرسان يا بدري. ايوه ما هي بسم الله ما شاء الله لوزه وفتحت. خد يا احمد يا ابني، ولولا ان انا تعبان النهارده كنت وصلتكم على الاقل لغايه القطر. لكن انت بقى زي حسين، ما تخافش يا ابو الحاج، حوط على البنت يا ابني، اهل البندر طبعهم غير طبعنا. عارف ما عندهمش خيشه ولا حاجه. نوارة تسمعي كلام احمد، ده زي اخوك يا بنت. حاضر يا مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا ابو الحاج. مع السلامه يا احمد. اتفضل. يزيد فضلك. انا يعني قاعده محلتش الا هنا. انا حر اقعد في الحته اللي تعجبك. لا ما انتش حر في الزبون بقى بتجيب له حاجات الناس ولا تديك كده. وحيد الله يا دفعه، الراجل قاعد بقاله كل اسطر المكان ده بالخصوص فيها ساعه هدف منه. غطوش كنوار. ولما انت خايف عليها كده ما قعدتهاش جنبك ليه؟ انا مش قايم من مكان كده هو. طيب بقول لك ايه يا حاج؟ ايوه يا ابني. تعالي معايا اقعدي جنب بنت اصول، تخش عنها اذيه الناس بتوع المرجعه وقله الحي. تعالي نبك سواء. عندك حق يا ابني، ده انا يا كبيره ما بسلمش منه. تعالي قوم يا فندم، خلي الحاجه تقعد مطرحك وانت هتقعد مطرحها هناك. وين ما قمت؟ لما جبت تشجع ما قمتش. ده انا افقد عينك. قوم. طيب طيب معلش يا فندم. اقعد يا حاج. ايوه يا ابني. كلها كم خطوه وهنوصل محطه الطماط. هو الطماط هيشيل ايه ولا ايه؟ ده البلاوي. سيبك منه يا استاذ علاء، خليك انت الكبير. معلش يا حبيبي. يا بلاودان سنيوره ماشيه جنب بقى صلاه النبي عليها بقر، بس مش لاقيه مخيال. من البهدله كنت اكلتهم اكل. طب ايه اهو تاكل مين دي؟ باين عليها بلد اسيا وشرانيه. الحمد لله اللي جت على قد كده.
صعبان عليا الزياره اللي اتنطرت تحت رجلين الخلق في الشارع دي. الزياره مقدور عليه، في ده سعيد الزياره. مش احسن ما كنت تتخبط في راسك، ولا البوليس كان يمسكك وتبقى حوصي؟ ده انت طولت رقبتي بين الناس، كنت زيك انت اللي شداد في وسط الحوش. كتر خيرك يا نوار، طفيت النار اللي جوا مني. انا لازم اقول لاخويا وابويا وكل اهل البلد على حبيبتك ليا. صحيح؟ صدق اني سماك سبع الليل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. احمد سبع الليل حسين، جبت لك سلامات البلد كلها، وجبت لك معايا امانه شفت الوير عشان اوصلها سليمه. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. تعالى ست نواره، جبت لك اختك معايا و15 جنيه والزواده واللازم منه. نواره، اهلا اهلا اهلا، نورت مصر يا نواره. تسلم يا اخويا، مصر منوره بيك. الو مجدي؟ ايوه. اسمع، اعزم الجماعه كلها، وصل امداد من البلد. ايوه، فطير مشلتت وعسل وجبنه قديمه وزفر حقيقي. بقولك ايه، الاكل لو باكله الصبح مش هيبقى له طعم. طيب مستنيكم. اوعى يا عم، قول يا عم، مد ايدك. بالراحة بالراحة يا ساتر يا رب. اتفضلوا بالهنا والشفا. لا، البطة دي ما كانتش تتقسم لحد ما حدش هياكل منها، بس احنا كتير عليها. خلاص نورة تقسمها. يلا من عينيا. حاضر. ايه يا حسين، امك ما بعتش غير بطة واحدة ليه؟ مين عارف، يمكن ما فيش غيرها. ما فيش غيرها ازاي يا حسين؟ ده بسم الله ما شاء الله ظهركم عمرنا بخيرات الله. ايش بط وايش وز وايش حمام؟ والنبي السبت كان مليان بط ووز وحمام، بس احمد اما عمل خناقه في الشارع ولاد الحرام خطفوا الاكل. هني اول مره اشوف ناس كده. يبقى الذنب ذنب احمد، هو اللي ضيع علينا الاكله. معلش، المره الجايه هنعمل حسابكم وحساب حراميه مصر. هم اهاليها كف 100 الحمد لله. انت بطلت تاكل عشان توفر لنا ولا ايه؟ اقعد كل، اقعد. لا مهني الحمد لله شبعت. وانا مش عارف اكلتك، عيب احنا اخواتك. اقعد ومد ايدك. دول تفصيل. اقعد بقى يلا. اقعد يا
مش معتقل ولا حتى سجن عادي. دي ايه؟ مجرد لوكاندا، احسن من لوكاندا كمان. هو يمكن العيب الوحيد اللي فيها انها في الصحراء، لكن فيها ميزه هايله جدا بالنسبه للنزلاء بتوعنا، على اعتبار ان كلهم من المثقفين والفلاسفه واصحاب الراي، ومحتاجين مكان هادي زي ده علشان التامل والتفكير الهادي. دي مصحه نفسيه احنا بنعالجهم فيها على طريقتنا، طريقه كلها انسانيه. دول تانية بقى بيدفنوهم بالحيه، لكن احنا حاجة تانية خالص. احنا مكتفيين بعزلهم عن الناس وبس، وطبعا حضراتكم تقدروا تلمسوا كل حاجة بنفسكم، واحنا في النهاية تحت امر القانون، وطبعا حضراتكم من رجال القانون والعدالة، وتقريركم ممكن يخلص الاشاعات والاكاذيب اللي بره دي. اما بخصوص وفاة الاستاذ الاديب رشاد عويس، فده من سوء حظه، لان المرحوم كان دائم الهرب، وكنا بنستعيده مع الحفاظ على سلامته، إلا إنه في المرة الأخيرة طردوا عسكري جديد أطلق الرصاص للتهويش، لكن القدر والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
رشاد عويس مات من التعذيب، مات من الحسرة من كتر حزنه لما بلد يبقى الحرامية والقوادين وبنات الليل فيها أحرار عمالين يبرطعوا ليل ونهار، لما التفكير في بلد تبقى تهمة، لما كلمة لا تبقى كلمة ممنوعة، لما الرد على الكلمة يبقى الكوي بالنار، لما الجهل يحكم والفكر يتعذب ويتهان، لازم البني ادمين تموت من الحسرة والحزن. الجرايد بتاعتنا ما فيهاش أي حاجة على الموضوع. وهي دي جرايد، دي نشرات يومية بيكتبوها شوية موظفين في الحكومة عشان يعيشوا الناس في أوهام. لازم نسأل ونتأكد ونعمل مسيرة سلمية ضل ودباء. يلا بينا يا جماعة، يلا. الو توفيق. ايوه يا فندم. جايلك شويه ولاد من بتوع الجامعه، كلهم شباب وحيويه بس هم مش واخدين وطايشين شويه، في الموضه اللي هياخدوها عندك عاوزهم يتعلموا الادب والرزانه. امرك نافذ يا فندم. جاهزين يا فندم. في جمعة واحدة وابو الحاج وهدان راجل من اكابر البلد، راجل اتحط على الجرح يبرق وعارف ربنا ومتجي. حسين افندي من الحاج وهدان لا يمكن يكون من الاعداء. اعداء؟ اعداء ايه؟ ده هو اللي فطمني وهو اللي نورني وقال لي على مهمتي في الجيش. بس انا عايز افهم حضرتك على حال. ضحكوا عليك يا سامح الليلي،
اللي هنا مش اعداء الوطن. عارف يعني ايه وطن يا احمد؟ يعني وطنك هو بلدك، عدو بلدك لشكل تاني غير شكلك، كلامه غير كلامك، بيوتهم بلغة ما تعرفلهاش معنى، عدوك عايز يسرقك وينهبك، يفرح إذا أنت بكيت وينشبع لما أنت تجوع. كل اللي هنا أهلك وناسك يا أحمد. سود أنا قتلت واحد منهم وهو بيموت. قال انت حمار، قال انت حمار وانت حمار. لا قتلت واحد منهم. لكن انتوا ايه اللي جابكم هنا وبيعملوا فيكم كده ليه؟ عشان احنا اللي فهمنا حاجة يا احمد. تنفيذ الامر محاكمه عسكريه ممكن تاخد فيها اعدام بالرصاص، لكن انا لسه مبسوط منك. خد، عاوزك تأدي بلدياتك بنفسك. ترفض تاني تنفيذ الامر؟ عايزك تروح هناك وزي ما
لقيتنا ورا عايزك ترجع تاني. اسمعش في بلد حسين رد على ياكس حسين حسين افندي حسين افندي رد على ياكس حسين يا حسين افندي يا حسين افندي عديت الجناف وليك الذنب يا فندم. عملتها اهمال في الخدمه بدل عدم اطاعه الامر. عزله الى درجه جندي 15 يوم حبس. سبع الليرة رضوان الفولي يا فندم اطلع برج ثلاثة معتدين مش هوب هوب احسن شوي شوي ايوه يا احمد تعال عايزك ايوه يا احمد احدف لي النيله حداك دي هتوجع مني اما انت مخك على قدك صحيح
سعادتك يا فندم.